أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من الهيئة نت: الهيئة تشارك في ملتقى علماء تركيا لأجل القدس لنصرة القضية الفلسطينية. من صحيفة المدى: إيران، التمور الإيرانية تستحوذ على السوق المحلي، لم يعد للعراق ملك التمور. من موقع كتابات: لا خطط لزيارة يقوم بها للعراق ولي العهد محمد بن سلمان. من موقع الجزيرة نت: رئيس البرلمان الألماني: الإسلام جزء من بلادنا. صحيفة العربي الجديد: مسيرة بالضفة وحيفا تضامنا مع شهداء غزة ودعوات للتصعيد. ومن صحيفة القدس العربي: عقب استشهاد 16 فلسطينيا، نتنياهو وليبرمان يشيدان بالجيش لتمكين الإسرائيليين من الاحتفال بعيد الفصح. ومن صحيفة الحياة: اعتراض وتدمير لصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران. أيام قليلة على موعد الانتخابات العراقية القادمة التي ستقرر شكل العراق القادم، ومع بدء العد التنازلي زاد واشتد تقافز أصحاب القوائم والتيارات والائتلافات خلف الممولين والداعمين المحليين والخارجيين من أجل ضمان أقصى ما يمكن انتزاعه من أصوات الناخبين بشتى الوسائل، مشروعة كانت أو غير مشروعة، للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان والحكومة وامتلاك السلطة والمال والقدرة على جر العراقيين إلى ما يريده الممولون، أو في أقل تقدير تقليل أو تعطيل ما يزعجهم من قرارات وسياسات، لأن غدا أي وطن لا يولد إلا من حاضره، فإن في إمكان المستقصي الحصيف أن يتلمس بعض معالم الوطن العراقي الجديد الذي ستلده عواصف الانتخابات القادمة. لا جديد في العراق، هكذا يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. فأمريكا موجودة فيه ومعها حباً أو احتياجاً حلقات واسعة من العرب السنة والشيعة، ما عدا سنة قاسم سليماني وشيعته، ومعها أيضاً الكثير من أكراد الأحزاب القومية والإسلاموية، وفي صفها أيضاً التركمان والكثير من المسيحيين ونتف من قوميات وأديان أخرى. وإيران موجودة فيه أيضاً وبقوة السلاح والطائفة والإمام الغائب، وممسكة بأهم شرايين الوطن وأوردته، ومعها نور المالكي وهادي العامري وجيوش حزب الله العراقي واللبناني وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وجيش المختار ولواء أبو الفضل العباس وبقية التابعين. فلا نظام الولي الفقيه يقبل ويتحمل ثمن خروجه من العراق مهما كلفه البقاء من التضحيات والمعوقات والتحديات، ولا أمريكا تقبل بأن تتخلى عن العراق وكنوزه النفطية والجغرافية والسياسية والعسكرية. ولعل أهم ما ينبغي تسجيله هنا أن إيران مكروهة في العراق ولكنها باقية، وأمريكا هي الأخرى ليس مرحبا بها لكنها باقية هي الأخرى. يضيف الكاتب: إن كان الوجود الإيراني والاحتلالي في العراق حلالاً، فمن العقل والحكمة والمنطق والشريعة يكون حلالاً أيضاً تدخل الآخرين، وبالرغم من أن المراقب السياسي الحصيف لا يقبض حروب التهديدات المتبادلة بين أمريكا ووكلائها وبين إيران ووكلائها في العراق وسوريا، إلا أنه من السهل عليه أن يتنبأ بالآتي من الأحداث بعد 12 من مايو القادم. والسؤال المهم الآن هو: أي العراقات يريد أهلنا العراقيون كما يقول الكاتب؟ وزراء حسب الطلب من العجائب والغرائب في زمن الديمقراطية العراقية الحديثة وجود وزراء في حكومة واحدة، وزير من الدرجة الأولى ووزير من الفئة الثانية.
نعم، فهناك وزارات تسمى سيادية وعددها قليل ومحجوز لإرضاء الأحزاب الكبيرة فقط، يسمى الوزير فيها السيد الوزير والوزير السيد. هذه الوزارات مميزة في كل شيء، حماية الوزير بقدر حماية رئيس الوزراء ومخصصاته كذلك تقريبا، ودوما معه الفيتو في اتخاذ القرار، وإن أخطأ لا سمح الله لا يعاقب لأنه ليس من الخطائين. وحتى لا يزال علينا حزبه الذي رشحه ويقولون إن الحزب الفلاني صاحب التاريخ النضالي أخطأ في ترشيح وزيره السيادي، هكذا كتب إبراهيم المحجوب في موقع كتابه. فالوزير له حق التصرف المفتوح ولو وسوس الشيطان للوزير أن يسرق والعياذ بالله. فالمليار دولار هي صك واحد لمشروع نائي بعيد ليس له وجود على الخارطة، بعدها يكون المبلغ بحساب السيد الوزير. ولكن وزراءنا أكبر من هذا الشيء، فهم لم يأتوا إلا لخدمة شعبهم والحفاظ على ثرواته من النهب والضياع. بعدها تأتي الوزارات الخدمية الدنيا، وفيها يكون السيد الوزير يأمر وينهي داخل وزارته وعلى مراجعين الوزارة فقط، ويصدر التعليمات لدوائره التي لا تنفذها في أغلب الأوقات لعدم قناعتهم بتوجهات وزيرهم وقلة خبرتهم بشؤون الوزارة. فلربما هو خريج كلية إنسانية ويدير وزارة تحتاج إلى مهندس أو طبيب لإدارتها أو العكس. وأخيراً تأتي وزارات دولة ليس لها بناية ولا كادر إداري كبير، وغالباً ما تعطى هذه الوزارات للأقليات أو الأحزاب الخاسرة بالانتخابات، ويكون الوزير هنا وزيراً فقط بالاسم. بعد هذه الوزارات تأتي مؤسسات يديرها رئيس مؤسسة بدرجة وزير، له حقوق وامتيازات وزير لكنه لا يحضر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. كل هذه التشكيلة الوزارية تأتي حسب الطلب وحسب المحاصصة الطائفية وحسب التدخل الخارجي لإرضاء الأحزاب الحاكمة. لكن الأهم من هذا كله، عندما يعلن دولة رئيس الوزراء تشكيل الحكومة يعلن أنها حكومة وحدة وطنية، هكذا يقول الكاتب. مشهد كركوك ومحيطها معقد جدا، فالتوتر بين مكونات المدينة لم يتراجع مع تغيير السلطة التي تفرض نفوذها عليها، والبيئة الأمنية هشة جدا إلى درجة الحديث عن إعادة تنظيم داعش لفرض سيطرته على المناطق التي أعلنت الحكومة العراقية تحريرها، وظهور مجموعات مسلحة جديدة وتبادل اتهامات حول أعمال تهريب النفط واعتقالات وخطف وتصفيات. هذا كله بحسب ما جاء في مقال للكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة. ونفط كركوك كما يقول سكانها أنفسهم هو العلة، وحول النفط واستخراجه وتصديره دارت مأساتهم في العلن والظل، ودارت معه صراعات جانبية يمكنها اليوم تفسير ما يحدث من اضطرابات. وحيث كان النفط كانت هناك اتهامات تهريب، فبغداد اتهمت أربيل بتهريب نفط كركوك إلى تركيا، وحال سيطرة القوات العراقية على حقول النفط ظهرت اتهامات بتهريب النفط إلى إيران. وفي الأولى كانت شركات مرتبطة بالسلطات الكردية وشخصيات ذات نفوذ فيها تتولى ملفات النفط، ويتداول الأهالي المعلومات حول استنزاف نفط المدينة لمصلحة أحزاب ومرتبطين بأحزاب. وفي الثانية كانت شركات جديدة وشخصيات ذات نفوذ ترتبط بالحشد الشعبي أو سلطة بغداد تبدأ مشروع استنزاف النفط وتهريبه. كما أن النفط كان دائما محور اهتمام داعش بالمدينة، وسط هذه الدوامة من الاتهامات يضطرب الأمن في كركوك ومحيطها، وتظهر مجموعات مسلحة غامضة وعصابات. يضيف الكاتب، على الرغم من أن السيناريوهات التي يتم صوغها اليوم حول أسباب ما يحدث تتناسب مع مصالح الجهات المتصارعة، فإن السيناريو المحكم الوحيد يتعلق بعدم إدراك الأطراف المختلفة أن قضية فرض النفوذ على كركوك كانت وما زالت جوهر الأزمة، وأن أهل المدينة المتنوعة والمتعايشة جيلا بعد جيل
هم وحدهم من يحق لهم حماية أنفسهم وإدارة مدينتهم. اتركوا كركوك لأهلها، فليست هناك جالية تركية في كركوك ولا جالية إيرانية، بل مواطنون عراقيون شعروا دائما أن نفط بابا كركر وباي حسن وخباز هو مواطن الدرجة الأولى في مدينتهم التي عاشوا فيها دائما كمواطنين من الدرجة الثانية. يكاد المشهد الذي سبق ظهور داعش بشكل علني في العراق في صيف 2014 أن يكتمل بعدما بدأ التنظيم بنصب سيطرات وهمية في شوارع رئيسة قريبة من نقاط التفتيش الحكومية. هذا ما يحصل في كركوك ونواحيها بحسب تقرير لصحيفة المدى. وفي تطور اللافت لما يجري هناك، عاد مسلحو داعش لنصب الحواجز والسيطرات على الطريق العام بين العاصمة بغداد ومدينة كركوك، وأقدموا على قتل وحرق 15 مواطنا. ولم تؤكد الحكومة أو وزارة الداخلية تلك الحوادث، لكن مصادر أمنية في المحافظة أكدت للمدى أمس أن 10 مواطنين قتلوا وتم حرق 5 آخرين داخل سياراتهم في حادثين منفصلين. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى هويتها أن مسلحي داعش نصبوا حاجزاً على طريق بغداد كركوك ليلة الأحد على الاثنين الماضية، وقاموا بإطلاق النار على سيارة تقل عائلة، وبعد توقف السيارة أقدموا على قتل وحرق سيارتهم، مشيرة إلى أن العائلة مكونة من رجل وزوجته وطفليه وأخيه. وتأتي عودة داعش لنصب الحواجز على الطرق الواصلة إلى العاصمة العراقية وقطع الطرق وقتل المدنيين بعد 3 أشهر من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء داعش والنصر النهائي على التنظيم. تعتبر العودة إلى أسلوب السيطرات الوهمية تطوراً خطيراً في الأحداث التي تجري في جنوب كركوك منذ 5 أشهر، حيث تعيد تلك الأحداث التي تجري في كركوك منذ 5 أشهر المشاهد إلى الذاكرة ما كان قبل ما كان يحدث من قبل تنظيم الدولة قبل سقوط الموصل. حتى إذا بقيت الغوطة قرب دمشق خارج سيطرة النظام، فذلك لن يعيد شيئاً في المعادلة السورية، مثلما أن سيطرة نظام الأسد على غالبية سوريا لن يغير شيئاً، والمعارضة ومنذ سنوات خرجت من كونها مصدر خطر على النظام بعد أن تحولت المسألة السورية برمتها إلى شأن إقليمي دولي، بحسب ما يرى الكاتب غازي دحمان في مقال بصحيفة العرب الجديد. بيد أن ذلك وضع سوريا في مأزق خطير، ذلك أن الأطراف الدولية لا اليوم ولا في المستقبل القريب كان أو سيكون لديها مقاربة موحدة لإخراج سوريا من الأزمة، وبدلا من إدارة الأزمة وصولا إلى إنتاج تسويات تضع حدا للصراع، دخلت أطراف اللعبة جميعها في صراعات مع اللاعبين المحليين كناية عن الصراع فيما بينها، كما ترجم صراعاتها على شكل نزاعات في مناطق جغرافية بعينها لأغراض استراتيجية أو اقتصادية. وهذا ما يجعل الإدارة الدولية والإقليمية لسوريا مختلفة عن أي تجربة سابقة شبيهة بهذه الحالة، سواء في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أو في الجزيرة الكورية منتصف 50ات القرن الماضي، حيث أن إدارة هاتين المنطقتين خضعت لتوافقات وتفاهمات حددت من خلالها أطراف اللعبة أمريكا والاتحاد السوفيتي مجال سيطرة كل طرف وحدودها، وكان جدار برلين شاهداً على هذا التوافق. الأزمة السورية تنتظرها جولات من الصراع لتحديد مواقع أطراف اللعبة وحدودها، وتنطوي كل جولة من هذه الصراعات على إمكانية تحويل مواقع جديدة مدن وأرياف إلى قائمة الدمار المفتوحة، وأن سوريا تحولت إلى ساحة حروب مفتوحة وكل منطقة مؤهلة لنوع من الصراعات ولاعبين مختلفين. فصراع الجنوب ليس بالضرورة أن يؤثر في صراع الشمال، والعكس صحيح. صحيح أن الصراع المباشر بين روسيا وأمريكا ممنوع وأنه تحت السيطرة، غير أن ذلك لا يمكن الارتكاز عليه منطلقا لصناعة التسوية في سوريا.
الأرض أرضنا وهم الغرباء، بهذا العنوان افتتح الكاتب دكتور فايز رشيد مقالته في صحيفة الوطن العمانية. فمن شاهد المسيرات الفلسطينية يوم الجمعة الماضي بكل أنحاء فلسطين وفي الدول المحاذية لها يذهل من عظمة الشعب الفلسطيني البطل وإصراره على حق العودة إلى وطنه وأرضه، هذا الحق الذي أقرته الشرعية الدولية في قرارها رقم 194، بالمقابل ينذهل من مدى الفاشية الصهيونية في قمع المسيرات السلمية وإطلاق النار عليه. يوم الأرض الفلسطينية هو ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني، إنه عنوان التصاق هذا الشعب بأرضه الطيبة وبوطنه المحتل من قبل العدو الغاشم. يوم الأرض يوم تنادى الفلسطينيون في منطقة 48 في عام 1976 إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في كل المدن والقرى الفلسطينية احتجاجاً على مصادرة السلطات الصهيونية ل31,000 دونم من أراضي الجليل في عرابة وسخنين ودير حنة وغيرها. قامت المظاهرات الفلسطينية وجاء الجيش والدبابات الإسرائيلية وحرسوا الحدود لقمع هذه التظاهرات بالقوة وبالرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 من أبناء شعبنا وجرح المئات. لم تكتفي سلطات الاحتلال بذلك، بل فرضت حظراً للتجول في قرى الجليل والمثلث، وذلك في اليوم التالي، وقامت بحملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين في منطقة 48 طالت المئات. لقد أصبح هذا اليوم منذ تلك الحادثة يوماً للمحافظة على الأرض الفلسطينية من التهويد، ورمزاً لوحدة الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات. فجماهير شعبنا وفي كل أماكن تواجدها جعلت من هذا اليوم مناسبة من أهم مناسبات التاريخ الفلسطيني، تعلن فيه تمسكها بكل الأرض والوطن الفلسطيني. يكمل الكاتب حديثه في يوم الأرض: كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة 48 وفي الضفة الغربية وغزة حيثما يتواجد، والنصرة لشعبنا ووطننا الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الواحد والموحد من المحيط إلى الخليج. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أمر قاضي محكمة عليا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن تضع شركة ستاربكس وغيرها من شركات المقاهي الأمريكية تحذيراً من السرطان على قهوتها في محلتها بولاية كاليفورنيا، ولدى الشركات أقل من أسبوعين للطعن في القرار، ويمكن أن تغرم غرامات بملايين الدولارات إذا لم تكلل بنجاح جهودها لإثبات أن القهوة مفيدة للصحة. ويتعلق القرار بمادة كيميائية تدعى كريم لايت، وهي منتج جانبي لتحميص حبوب البن يوجد بمستويات عالية في القهوة المخمرة. وكان مجلس التعليم والبحوث بشأن المواد السامة، وهو مجموعة أمريكية غير ربحية، قال إن مادة أكريلاميد ضمن قائمة المواد المسرطنة، ورفع المجلس قضية ضد نحو 90 شركة لتجارة القهوة بما في ذلك ستاربكس. والآن نتابع الكاريكاتير.
في الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.